اختي خشوا بقى وخلصونا، تعبتوا قلبنا. كل بحوالي يا ماما، ده انا لحد اللحظه دي مش مصدقه اصلا. لا يا اختي صدقي وركزي، ما تخشيش وانت هطلع كده. ايه كاتو 60 نيله؟ هو جابر ده راجل، ده محسوب عليهم غلط. قاطع جرى ايه ماما؟ مش وقته الكلام ده. خلاص يا اختي، ما دام مش وقته غيري الاغنيه، خلينا على المرتبه. يلا كده على المرتبه، كده على المرتبه، عارف اطلع حلو مقدمه، كده على المرتبه. يلا قومي يا بنت، ارقصي كده وهيصي يا حبيبتي، ده النهارده حنيتي يا ماما. الكسف الكسف ده رضا. معقوله اشرف بيه؟ دي مواعيد؟ لا انا عايز اعرف انت ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي. اعمل ايه يا رضا؟ ما المدام انت مالك؟ انت مالك؟ اتاخر اجي بدري؟ انت شغال معايا؟ شغال انت رئيسي؟ ايه انت احتليت المكتب؟ لا يا باشا الله يخليك، بلاش احتليت والكلام ده، يعني ناخد بالنا من كلامنا شويه، لان احنا في اسم عايزين اليوم ده يعدي على خير. امال ايه يا رضا؟ المره اللي فاتت خدت مني شاي وقلت له هات له غيره وقفولي، والمره دي ادخل الاقيك قاعد هنا. انا عندي فكره حلوه يا رضا، ايه رايك اجيب لك مكتب هنا وتبقى معانا بقى، نمضي لك حضور وانصراف وتبقى معانا هنا في الوزاره، ها ايه رايك؟ لا يا باشا مش للدرجه دي، انا بقول نخليها كده زيارات خفافي احسن، يعني انا بصراحه اصلي ماليش في قعده المكتب والجو ده. لا كتر خيرك والله. ها يا رضا، ايه المصيبه اللي انت جايبها لي المره دي؟ قولها لي في وشي، ها مش عايز مقدمات. ها اطمن يا اشرف بيه، انا المره دي مش جايب لك اي مصايب. امال ايه اللي جايبك هنا على الصبح؟ بصراحه يا باشا انا جاي اعزمك على فرحي بكره. يا رضا اخيرا خبر عدل. انا باشا يشرفني ان حضرتك تنورني في فرح المتواضع. لا يا رضا، ما دام فرح يبقى نيجي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. وتهدي شويه يا رضا، يعني خلي الجواز يهدك بقى وكفايه مصايب. لا انا دي حاجه ما اقدرش اوعدك بيها، لان دي حاجه بيد ربنا. عارف يا رضا، انا حاسس ان خروجي من الخدمه هيبقى عليك انت. قول يا رب. قرت عليها جامد يا احمد. لا يا عم وطن، تسلم ايديك وعقبالك، عقبال عندكم جميعا. او النبي عم وطن اتوصى بيا في الدعوه دي، الله يبارك لك. وعقبال ليلتك يا مجدي. امتى بس عم وطن؟ امتى بس؟ ده انا تعبان مله وبقول يا حلوله. شد حيلك والجدع. اشد حيلي ايه بس اكتر من كده؟ ده انا كوي نص هدوم مصر. يكشي بس مبطه كانت تخف عني طلباتها، احسن دي مسويانه على الجنبين. يا ابني ده جواز مش حاجه بالساهل. شوف رضا وصابرين قعدوا جهزوا قد ايه. وهم يعني عم وطن اللي خلاهم صبروا ده كله؟ مش قادرين يصبروا شويه لحد ابوها ما يخرج من السجن؟ يصبروا؟ ده بقى لهم 7 سنين بقى. انت اللي لسه شابك بتلالي وبتكاكي، عايزهم هم يصبروا؟ لا برضه عم وطن، ما كانش صح يعملوا فرح والراجل محبوس كده. يا ابني مش احسن من البت تقعد لوحدها في شقه طويله عريضه؟ قال له يبقى في راجل ياخد باله منها. البيبس وصل، خد زغلول وطلعوا الصناديق عند الست ام رضا. يلا زغلول، يلا تعالى طلع معايا. يلا استمر. ايه يا عم اتاخرت ليه كده؟ على مهلك، على مهلك. اسال صلي على النبي. حياه النبي يا صابرين، ما انت عارفه انا فرحانه قد ايه النهارده. ربنا يسعدكم يا رب. حبيبتي يا نسمه، عقبالك يا رب انت وعاطف بقى عشان نخلص منكم. يا رب يا اختي اسمع من بقك ربنا. بقول لك ايه، النهارده بقى انا وماما مسكنا ابي رضا وادينا له الوصايا 7. خلي بالك من صابرين، اوعى تزعلها، اوعى تضايقها، انتوا مالكوش غير بعض. بصي روقناهولك على الاخر. ربنا يخليكوا ليا يا نسمه، انت وماما حليمه يا رب، وما يحرمني منكم ابدا. حبيبتي انا اللي كان نفسي ادخل بعفشه وجهاز جديد زي كل البنات، بس نقول ايه بقى؟ الله يسامحك يابا. يا ستي ما تضايقيش نفسك، ابقي هاتي كل اللي انت عايزاه واحده واحده على مهلك. استني فكرتيني ان انا جايبه لك حاجه. جايبه لي ايه؟ استني قولي يا بت. غمضي عينك. ماشي غمضي. ايه رايك؟ ايه ده؟ الله، ما تقوليش ان ده قميص نوم. بقول لك حاجه على قد بقى كده، نزلت وسط البلد نقيتهولي.
يحلك ليا يا ناس، لونه حلو قوي على فكره. ينيلك ده صدره عريان قوي، الله يخرب بيتك هتكسف البسه. لا لا تتكسفي ايه، احنا هنستهبل النهارده، مفيش حاجه اسمها كسوف. وبعدين بقى ابي رضا بيموت في اللون ده. نسمع نسمع، يلا بقى سيب العروسه في حالها، لسه في مزامبليه هيتعمل وحمامات كريم وماسك مغربي هنقحها فيها لحد الصبح. الله انت بتعمل ايه يا عريس؟ يا عم وطني هفرش الكراسي مع الناس. تفرش ايه، انت ما تمدش ايدك في اي حاجه. يا مجدي. ايوه عم مجدي، تعال شيل الكراسي دي. حاضر يا عم. سيب يا عم. بعد اذنك. الله يعني معقول يا عم وطني الناس كلها تبقى بتشتغل وانا اقف كده ما بعملش اي حاجه؟ وانت تقف ليه من اساسه؟ انت تنزل تحت تريح وتروق وما تشيلش هم اي حاجه خالص. ربنا يخليك ليا يا عم وطني، والله العظيم ابويا الله يرحمه لو كان عايش ما كانش هيعمل معايا اللي انت عملته ده. ابوك الله يرحمه كان اكتر من اخ يا رضا، ويعلم ربنا انا حاسس اني بجوز ابني. لا لا يا عم وطني، انت ايه عايز تكبر نفسك ولا ايه؟ بيه مش متربي على ايديا ولا ايه؟ ربنا يخليك ليا يا راجل يا طيب. ربنا يسعدك ويتم لك على خير يا رضا. امين يا رب. استني على الساعه بعد اذنك يا عم وطني. ها اتفضل اتفضل يا حبيبي. يا فهد يلا يا رجاله، عايز بقيت فلوس الحاجه الساعه عشان حسب الراجل تحت. عايز كام؟ اجره الترسيكل يبقى 250 جنيه. حلوه قوي، 250 اهم يا معلم اتفضل. طب مش كنا زودنا الحاجه الساعه شويه؟ لا لا مش هنزود حاجه. لا ليه؟ هو كده حلو قوي. انت خدت 250 وانا كده فاضل معايا 300. عمرك في حياتك شفت عريس ليله فرحه تجيبه 300 جنيه؟ فاهمي؟ تلاش يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيكرمك النهارده بنقطه زي الفل. يا راجل انت موجب مع المنطقه كلها. يا رب بس يفتكروا الوجايب اللي عملناها معاهم. لحسن الحاله خربانه على الاخر والله. الكلام ده ما ينفعش يا فرماو، الراجل اللي كنت بتتحجج بيه خلاص غار في 60 داهيه، ايه حجتك بقى؟ اصبر بس يا معلم سينمايا، الدنيا مليانه لبش والعين بقت على المستشفى قد كده. على راي الست انما للصبر حدود. اتقل اتقل لغايه ما يرسى الدكتور رافض ويتمد قرار تعيينه، وبعدها هجيب لك شويه بضاعه يخلوك تغني لي الحب كله. طب اخويا لما اشوف اخرتها معاك. الست النهارده مش عاجبني كده يا معلم، زي ما يكون في حاجه. وفي ايه بالظبط؟ النهارده فرح صابرين يا فرماوي. البت دي لسه منغششه في نافوخك؟ ما تفكك منها بقى يا معلم. مش قادر يا فرماوي مش قادر. والله العظيم ثلاثه دي بنت فقريه، بقى تسيب العز والنعيم اللي هتشوفه معاك وتروح تتجوز واد زي رضا؟ لعلمك بقى يا معلم البت دي دماغها بايظه. انا مش عارف الواد رضا ده عمل لها ايه يا اخي مخليها متعلقه بيه بالشكل ده. مش مساله عمل لها، هي اساسا بنت عديمه النظر. اللي قول لي، هو عزمك على الفرح؟ عزمني؟ ده بيطيق العامة ولا يطيقنيش؟ ولعلمك بقى حتى لو كان عزمني ما كنتش هروح. انا بقى هروح. ايه ده وعزمك؟ ويعرفني اصلا عشان يعزمني. طب ما دام ما عزمكش هتروح ازاي؟ الله، بنت حتتي وبنت صاحبه وحبيبي ولازم اروح واوجب. معقول؟ هتروح وتوجب كمان؟ ده انا هوريهم ليله عمرهم ما ينسوها. يا منين انت فيه يا بنتي؟ ده الزفه خلصت خلاص. لا هطلع ايه، انا مش هطلع من غيرك، انا مستنيكي تحت. طب في الانجاز بقى، بس سوق بالراحه. يلا سلام. ايه يا راجل يا طيب، ايه اللي نزلك من فوق؟ انا ماليش في خبط الافراح، نزلت اخد لي حجرين افهم. يعني يا عم وطني انت واقف معانا من الصبح، وقت الفرح تنزل تحت؟ بقول لك ايه، انا ما دام اطمنت على رضا وشفته في الكوشه خلاص، انما اقول لي انت بقى سايب اخوك واقف هنا ليه؟ استني يا زمايلي. يلا يا عم عقبالك، بس الاول اشوفك وانت دكتور قد الدنيا، بعد كده بقى
وانت عريس في فرحك. يا رب يا عم وطني من بقك لباب السما. عزم سلام من غير كلام، علبة سكي ناس تمام، ما في الصاحب الصاحب، ما فيش راجل براجل، هنتعامل ويتعامل، طلع سلاحك متكامل، هتعور ايه يا ابني انت بتعمل ايه؟ بقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك يا بيه. يا عاطف يا حبيبي الكلام ده للبنات مش للرجاله، اكبر بقى وخليك راجل. مش هتفرق بقى بنات ورجاله، انا هعمل اي حاجه المهم احصلك في جمعتك. يا ابني انت كده بتاكلني مش بتقرصني. ما طالما ربنا فرج عليك انت قبل صابرين، نتجوز بقى انا ونسمع عشان نعيش مع ماما حليمه ونونسها. يعني ده كلام جاي فاتحني في موضوع زي ده وانا في ليله زي دي؟ النهارده الفرح بقى يا بيه، والفرح بيجيب فرح وكده يعني. ماشي من عينيا يا عاطف، هعمل لك كل اللي انت عايزه بس نخلص من الليله دي. الله حبيبي يا بيه، ربنا يخليك ليا يخليك ليا يخليك ليا. بص بقى ناخد صوره سيفي بسرعه قبل الناس دي ما تبهدلنا. بص يا ماما لا 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 مجدي 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 مش هينفع الكلام ده يا مجدي. مطوه والكلام ده مش هينفع في فرح، شيل المطوه. وانت يا عم انت غير لنا الاغنيه دي. ايه مفيش راجل بقى راجل ليله فرحي؟ ايه الفال المنيل ده؟ شغل لنا حاجه عدله نسمعها كده. ماشي ماشي يا ابن انا اوبا اتدلع اتدلع حاول يا ابن انا يا ابن اطفي يا ابني البتاع ده بدل ما اجي اكسر على دماغك. في ايه يا معلم سليمان؟ في اصول برضه يا رضا، مش لما تعمل فرحك تعزم ولا تحتتك. الفرح فرحي وانا حر، اعزم اللي اعزمه واللي مش على مزاجي ما اعزموش. عندك مانع؟ في مانع لمؤاخذه، بدل ما انت فارد صدرك علينا كده ومتنك، مد ايدك في جيبك وادفع الفلوس اللي على الصنيوره. فلوس ايه اللي عليا؟ انت مالكش عندي حاجه. لا يا اختي ليا، الفلوس اللي كان بيلهاها في ابوكي مهرك عروسه. لا كلامك يبقى معايا انا. مهر ايه؟ اتكلم عيد العيب كده. لا انا مش جاي اتكلم، انا جاي نف. مش كده يا معلم، الكلام اخده وعطى، هتبوظ الفرح. طب انا هم يا اهلا يا اهلا، والله العظيم منطقه الورد يا باشا. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم، نورنا. الف مبروك لرضا وعقبالك. الله يبارك فيك ابي رضا، حيطير من الفرحه والله يا فندم. اتفضل اتفضل. والله فاهم، من عادة ما بحضرش افراح بس ده رضا ده الغالي، اخيرا هشوفه في مناسبه من غير مصيبه. السلام عليكم. والله ما مصدق. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه كل هدوم؟ كيف يا فندم؟ واضح ان في مصيبه يا فندم. مصيبه طبيعي، في مصيبه مش فرح رضا. اوعى اوعى اوعى. هو في ايه يا فندم؟ بس يا ابني انت هو مش عايز حاجه. اللي هيتحرك هضرب امه بالنار. بس انت وهو. الله يخرب بيتك يا رضا. يا باشا انا عاوز حقي، لازم تعمل لي محضر. محضر انت هتستعبط؟ ده بهدلني يا باشا. هو انا كده ابقى بهدلتك؟ ده هو اللي بهدلك ولا هو اللي مؤاخذه يا بيه؟ شوف مناظرنا وشوف منظره، ما فيهوش خير. ما حصلش يا باشا، هو اللي راح مديني بالدماغ في وشه. والله العظيم ايه في ايه؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ انتوا في اسم. ازيك يا رضا؟ زي ما انت شايف يا باشا. هو ده الفرح اللي انت عازمني عليه؟ انا ماليش دعوه يا اشرف بيه، الراجل ده هو اللي تهجم علينا وبوظ الفرح. ما تصدقوش يا باشا، انا رايح اخد حقي اللي هم واكلينه عليا. حق ايه يا ابو حق انت؟ كسر حقك. قلت بس. بقول لك يا فولي، طلعهم لي بره ودخلهم لي واحد واحد. يلا يلا. تمام يا فندم، قدامي بره بره. استنى رضا عاوزك. تعال تعال. ليه كده يا رضا؟ معلش شوف يا رضا، الكلام اللي هقوله لك ده عشان العيش والملح بس. الموقف لو فضل كده كلكم بربطة المعلم هتبيتوا في التخشيبة، والصبح هتتعرضوا على النيابة. تخشيبة ايه يا اشرف بيه اللي هنبيت فيها؟ ما حضرتك عارف الليلة دي ليلة دخلتنا. خلاص يبقى نمشيها صلح عشان انت ومراتك روحوا البيت. صلح؟ صلح يا اشرف بيه؟ بعد كل اللي عملوا فينا ده وتقول لي صلح؟ يا بني ادم افهم،
انت بتقول ان هو اعتدى عليك وهو بيقول ان انت اللي اعتديت عليه، كده بقى محضر قصاد محضر، وبدل ما تقضي الدخله ببيتكو هتقضيها في التخشيبه، والصباحيه هتبقى في النيابه. لو نبي يا رضا ابوس رجلك، عدي الليله اللي مش عايزه تعدي دي على خير، والنبي ابوس ايدك والنبي يا اخويا. ها يا رضا نويت تعمل ايه؟ اللي تشوفه اشرف بيه. يبقى مشيها صلح. وبعدين دي مناظر هتدخل النهارده. قادر على كل شيء. ترابيزه هنا خدي بالك. شايفاه يا رضا شايفاه. اقعد على مهلك. ها لا بس الحمد لله دخلنا برضه. واحنا كده نبقى دخلنا يا رضا؟ دخلنا الشقه على الاقل، وبقينا تحت سقف واحد، وحدش بقى له عندنا حاجة. اللي حصل ده معجزة بكل المقاييس يا صابرين. احنا بقالنا 7 سنين مش عارفين نخش. تفتكري يوم ما نيجي نخش هنخش كده عادي يعني زي الناس كلها ما بتخش؟ والله احنا نحمد ربنا قوي ان هي جت لحد كده. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر. ايه ده؟ مين يا رضا؟ ما اشوف مين وانا ساحر؟ هعرف التليفون في جيبي. ده الواد فاهم اخويا بيقول لي مبروك وبتاع. الله يبارك فيه عقباله يا رب. ايه ده؟ ايه يا رضا تاني في ايه؟ ده بعت لي تقرير عن الفرح بيقول لي في 14 مصابين و8 جرحى لم يستدل على هويتهم. والنبي بموت فيك يا رضا. لا والنبي الله يخليكي بلاش سيرة الأموات في ليلة زي دي. احنا نتكلم عن الإصابات ماشي، الجروح شغال، لأن أنا عامل حسابي للحاجات دي كلها. استني تعالي أوريك، تعالي بص أوريك حاجة. يا رضا ولا في يا حيل يا رضا. معلش بقى أنا لازم أوريك. تعالي بس قومي 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 هوريكي حاجة. تقري الفرق إزاي؟ بصي عامل لك هنا اجزخانه صغيره كده محندقه، هتلاقي فيها كل المستلزمات بتاعه الجروح يعني والحاجات دي. هتلاقي صبغه يود وقطن وميكروكروم وكل حاجه. يا لهوي يا رضا، انت مش قادر تنسى انك ممرض؟ ودي حاجه تتنسي برضه يا حبيبتي يا صابرين يا مراتي يا ام عبد ربه. لا ما تتنسيش يا رضا يا جوزي يا ابو عبد ربو. يا اخيرا يا صابرين. ليه كده يا رضا؟ ليه كده يا رضا؟ ما قايل لك الحته دي لا، ايه الغباوه دي؟ طب ما انا هعمل ايه يعني؟ ما احنا واحنا طالعين على السلم جيت امسك ايدك قلت لي لا يا رضا، لا يا رضا الحته دي لا. فطالما دي لا ودي لا يبقى لا. احنا ننام احسن. تصدق؟ نام انت ابن حلال. خدتها من على طرف لساني يا رضا. ننام؟ ننام. ايه المشكلة يعني؟ ماشي. ننام. طب بقولك ايه؟ طب بوسة مثلا؟ ايه يا رضا؟ مستعجل على ايه يا رضا؟ انت اصلا مش قادر تمشي، وبعدين احنا لسه العمر قدامنا طويل. ايوه العمر طويل صح. ما ورناش حاجة يعني. والله هو المفروض ورانا، بس نعمل ايه بقى؟ تعالي تعالي. على مهلك على مهلك. بص انا كنت عارفه ان حاجه عشان انت زقني بس بالراحه بقى. يا رضا يا رضا يا رضا معلش والله غصب عنك. على مهلك. بس يا سيدي كده انا مخلصنا كل اللي فاتك. شويه دول تقال بجد يعني. ما انا قلت لك الكلام ده. لا بس الاستاذه بتاعتي شاطره جدا. ده اقل حاجه عندي يا ابني. لا بجد يا امنيه انا مش عارف اشكرك ازاي. انا متشكر. متشكر؟ فهمي مش كفايه بقى الطريقه دي؟ انت بقالك اكتر من اسبوعين بتتعامل فورمال زياده عن اللزوم كاننا زمايل بس. امال احنا ايه؟ لا احنا مش زمايل بس وانت عارف كده كويس، احنا اكتر من كده بكتير. عارف بس واضح ان انت نسيت اللي حصل. يا فهمي اللي ماما عملته ده كان غلط، بس انا كمان ما سكتش وواجهتها. غلط صح مش هتفرق يا امنيه.
المهم ان طنط كانت عايزه تعرفني حجم الحقيقي وتقول لي احلم على قدك. ماشي، بس انت ما كذبتش عليا، انت قلت لي ظروفك كلها من اول يوم، وعدتني ان انت هتتعب وتكافح لغايه لما تغير الظروف دي. وان شاء الله هعمل كده، ولما اقف على رجلي واكون نفسي واقدر اعيشك في نفس المستوى اللي انت عايشه فيه، ساعتها حاجه هتقدم لي. طب يبقى فين المشكله بقى؟ المشكله ان انا مش عارف ده هيحصل امتى، ممكن ياخد له سنه 2 10. ماشي هستناك. ومين قال لك ان انا هقبل بكده؟ ساعتها انا هبقى اناني ما بفكرش غير في نفسي وبس. اللي انا بقوله ده ممكن يحصل وممكن جدا ما يحصلش، ساعتها ده هيبقى نصيبي. لكن انت بقى ذنبك ايه تضيع كل سنين عمرك دي بسببي؟ ذنبي ان انا بحبك. شفتي؟ هو بقى ذنبه. انت عارف ان انا مش قصدي كده. عارف دلوقتي مش قصدي، لكن ساعتها هتبقى دي هي الحقيقه. عشان كده لغايه لما اقدر اقف على رجلي خلينا زمايل بس، عشان ما يبقاش عليكي اي التزام من اي نوع. متاكده يعني ان انت لو في يوم يعني مشاعرك اتغيرت من ناحيتي، هتلاقي ليكي اخ بيحبك خاف عليكي. اتمنى لك كل سعادة. اخ ماشي يا فهمي. امسك يا رضا، ده قرار تعيينك رئيس قسم التمريض في المستشفى. تعييني انا؟ مش غريبة دي يا دكتور؟ غريبة في ايه يا رضا؟ يعني عشان الأقدمية وفرماوي. فرماوي ايه وزفت ايه؟ وانت فاكر ان انا مانيش عارف فرماوي ده بيعمل ايه؟ بص يا رضا، ان الاوان ان احنا نمشي صح بقى، مش خوف يعني من الرقابة ولا من الجهات الامنية لا سمح الله، لا، وحياة ولادي ده خوف من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله يا فندم. ومرتبك يا سيدي هيزيد 500 جنيه مرة واحدة. ها قلت ايه؟ والله يا دكتور رأفت انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. رضا انا عاوزك تبقى عيوني هنا في المستشفى، عاوزك تشرب بنفسك على كل صغيرة قبل الكبيرة. انت طبعا لامس كل حاجة في المستشفى وعارف كل اللي بيحصل فيه. ايوه بس انا لو بقيت رئيس قسم التمريض همشي كل حاجة مظبوط مظبوط يعني. ايه يا رضا، انا اللي بقولك حبيبي. ماشي يا دكتور، ربنا يقدرني يا رب واكون قد المسؤولية دي. على فكرة يا دودو، انا حاسة الاتيتيود بتاعك اتغير بعد ما رجعت للتدريس. طبعا لازم يتغير، لان رجعت المهنة اللي انا بحبها طول عمري. ميشيل بونجور يا حبيبتي، ازيك؟ والله كنت هكلمك بس كنت مشغولة. ايه ده، عيد ميلاد شادي؟ كل سنة هو طيب. إيه طيب، بس هشوف ظروف مراد الأول. حاضر داكور، يلا هاف ا لافلي داي، باي باي. في ايه مراد؟ بصراحة بقى الناس دي أنا ما بقتش مرتاح لهم. ليه مراد؟ احنا طول عمرنا معاشرينهم، عمرنا ما شفنا منهم حاجة وحشة. فاضل ده شوفي أنا بعرفه بقالي قد إيه، لكن حاسس إني اتخدعت فيه. ليه ده كله؟ بسبب الولد اللي اسمه رضا. في الأول أنكر إنه عرفه، بعد كده اكتشفنا في الفرح إنه قريبه. رجع تاني قال إنهم ناس مش كويسين. النهارده بقى بيتصور معاهم وبينزل الصور على الميديا. تسمي ده إيه؟ ليه شوية حركات عشان الترشيح بتاع اليونسكو؟ الكلام ده أنا ما أفهموش. هو بالنسبة لي كده راجل بميت وش، وأنا ما بحبش أعرف الناس اللي زي دي. من فضلك عاوزين ننسحب منهم كده بهدوء، واحدة واحدة. أنت بتفاجئني يا مراد بقرارات غريبة جدا، المفروض أعمل أنا إيه دلوقتي؟ تعملي اللي بقولك عليه يا دكتورة، ومن فضلك مش عاوز مناقشة في الموضوع ده تاني. أوعى أي حد فيكم يفتكر إن أنا جاي أقطع عيشه ولا حتى أبص له في رزقه. بالعكس، أنا مسكت قسم التمريض ده عشان أنا حاسس بكل واحد فيكم، وعارف الظروف كويس. ظروفي بقى اللي عارفها عننا يا أستاذ رضا. لما تمنع الحسنة اللي جاية لنا من ده ولا من ده، تبقى انت كده حاسس بينا. احنا مش شحاتين يا استاذ شاوي عشان ناخد حسنه من هنا ولا من هنا، احنا ناس صحاب مهنه وبناخد اجر على شغلنا. اجر ايه يا عم رضا؟ الناس دي لو مشيت على اجر مش هيلاقوا العيش الحلال. ربنا بيبارك في الرزق الحلال يا فرماوي. تخيل انا قدامك اهو فاتح بيتين وربنا ساترها معايا، ومش بمد ايدي لحد، الحمد لله. نشتغل ورديات زياده وناخد عليها اجر، وانا هكلم الاداره تعمل لكم مكافئات، ده حقنا. السلام، موت يا حمار. يا اخوانا لازم نحس بقيمه اللي احنا بنعمله عشان الناس تحس بقيمتنا. التمريض ده مش مهنه وخلاص، المريض وهو بيتالم ما بيلاقيش قدامه غيرنا، احنا اللي بنضحك في وشه، احنا اللي بنطبطب عليه، احنا اللي بنديله الدواء في ميعاده. اي دكتور كبير في مستشفى بيعمل عمليه، نجاح العمليه دي مش بيبقى في اوضه العمليات وبس، بالعكس نجاحها 50% منه بيعتمد على اللي بيحصل بعد كده، على الإفاقة، على المتابعة،
على التغيير على الجرح، وكل ده احنا، احنا ملائكة الرحمة يا اخوانا، ولا نسيت؟ والله يا رضا انت عندك حق، احنا كلنا كده معاك. قلت ايه يا فرماوي؟ هقول ايه يا سي رضا؟ مش انت خلاص بقيت رئيس قسم التمريض وعايزها ناشفة؟ خليها ناشفة يا اخويا لما نشوف اخرتها ايه. اخرتها فل ان شاء الله. خالتي، اهلا وسهلا يا خالتي، اتفضلي. ازيك يا صبري؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا عارفه ان رضا في المستشفى، قلت اجي اقعد معاكي شويه. يا حبيبتي انت تنوري اي وقت. لحظه واحده بس اكون اعمل لك كوبايه الشاي بتاعك. لا شاي ايه، انا شاربه، تعالي بس اقعدي. ماشي يا ستي، حاضر. ودي قعده. ايه يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ اهو تمام الحمد لله. مفيش حاجه في السكه؟ حاجه ايه يا خالتي اللي في السكه؟ واحنا لحقنا ليه يا اختي؟ ده انتوا بقالكوا اكتر من اسبوع. ما انت عارفه يا خالتي اللي حصل في الفرح. ما انتهينا من اللي حصل في الفرح. وبعد كده؟ وبعد كده اصل هو يا بنت يكون اللي ببالي. يخرب عقلك، هو انت يا بنت مش حاسبالها؟ يا خالتي حتى لو كده يعني تفتكر ان انا كنت هاجل الفرح عشان موضوع تافه زي ده؟ دول 7 سنين يا خالتي، 7 سنين، ده انا ما صدقت. لا وانت الصادقه، انتوا اللي فقر، مش باين لكم دقله من اصله. الله ينور، الله ينور يا منى، بس الازاويد المطهر شويه. ها الف سلام عليك يا حاج. صباح. بعدي على المريضه اللي في غرفه 3، غيري لها على الجرح. حاضر يا رب. وريني كده. الو. ايوه يا صبري. ايوه يا رضا، انت فين كل ده؟ اتاخرت كده ليه؟ معلش بقى، شغل والله. انت عارفه بقى منصب جديد ولازم الواحد يثبت نفسه. ربنا يعلم والله، انا من الصبح ما قعدتش، وبيني وبينك كده انا احتمال ابات في الشغل النهارده بقى من اولها كده يا رضا. هعمل ايه بقى؟ طالما وافقت ابقى قد المسؤوليه، لازم ابقى قدوه حسنه لكل اللي حواليا، لازم ابقى موجود في وسطيهم وايدي قبل ايديهم. مش قادر اقول لك يا صابرين الدنيا هنا عامله ازاي. خليه نحل. معقوله؟ والله زي ما بقول لك كده، اصل البني ادم مننا بيبقى محتاج حد يقول له كلمه حلوه، يضحك في وشه، ساعتها هتاخدي منه شغل ايه عجب. طيب ربنا معاكي حبيبي، بس هتوحشني قوي يا رضا. انت كمان هتوحشيني والله، بس ملحوقه، مش انت بكره رايحه المدرسه؟ ان شاء الله رايحه. طب خلاص، هعدي عليكي بقى بكره بعد ما تخلصي المدرسه، واخدك ونتغدى بره، ايه رايك؟ لا نتغدى بره ايه بس، ده انا عامله لك بكره كوارع تستاهل بقك، وبعدين ده حتى بكره ليله ليلتنا. الليله ليلتنا؟ هو خلاص ولا ايه؟ ايوه بقى، ايوه بقى يا صبري. رضا، رضا ثواني، في حاله جت في الطوارئ بس تعبانه قوي. طب هنزل لها حالا انا. انت بسرعه. حالا. بقول لك يا صبري، انا هقفل معاكي دلوقتي واشوفك بكره. ها ايوه بقى.